بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن إن شاء الله تعالى وحي نكقعدنا موضوع التسبيح ذاكو صابسان سيب القرآن كي يسيد وغصى أروري وحكمي ذا أي القرآن كتضبئ يا فرطان سورة دودة كمي ذا سدحي سيديتنا أي دودة كمي ذا أي واحد تسبيح ذاكو غصى أرورتي تضبئ يا سيديتنا قوبوت وحي تلمامي ساترادة انتا اللاقي أهمية الرب سيي سبحانه وتعالى تسبيح ذا هي معناها بلارنا يحمبار سنتهاي إذا وحكمي ذا وحين نكقعدنا بينو تلمامي دونا تسبيح سبحان الله أنا قاسليا معنيس وحويا ربي ووحيان عنت من أقل من لقفوك إيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى والرب سبحانه وتعالى ووحيان عنت من أم أقل من لقفوك إيه تحميد أم حمد لدنا وإلهي الله وأمانه كمال كيس الدمانتي يا فعاشيس إذن سبحان الله وبحمده قفك مسلم كي مركو لي وحويان إلهي وحكت دارين يا وحي النقائي صودا وحو الصغية وحي وناغودا أريا كان واللفظ عربك كفضط لكن آيات القرآن مركين ويقنه وحبضا يا إلهي فرين نبي قوين وادك سدى عليه الصلاة والسلام غورين دوني دوحي نوني من لين اتحامه وانا امتحان إن بدن بينو تلمامنا ما قرآنك سأرور إنو إلهي تلمام أيه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون دوني دوحي نتحامه نتشوقنا الشر إيا خير بين لين ويتحام دونه dadku inta badan sharka imtixaankiisa ay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama amaan darro ku dhacdo ama mashaakil kale qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay u soo noqdaan subxaana wa tacaala markay dhibta la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu hada yana waa imtixaan kale ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri aldahabi lilyahuud waxay culimmada taariikhda ku tilmaamaan عصورتي الذهبية هيدا يهود صامرتي وعصور إلى هي وكل ميي دينتي يا مدح نمضى يسوق وبيرتي وعصري طالوت كسر بلاب ميي النبي الله داود وقبتي مدح نمضى كذب سوق النبي طالوت يا نبي إلا تشوق إلا بيك على هاي لكن عصري النبي داود بقى إلى هي سوق الضري النبي نمضى يا مدح نمضى بقى كذبنا نبي سليمان وامتحان بلادن لقليي وإلهي ويديستي امتحانا سجد دبدي عيد نبا انتو صلاة أما وقتي معرض الصامر وحدة دافيي أي ربي وحو ويديستي امتحان كان كوين لقليه وآه بغرتو يعان عيد أنا قدم بيساوي عمط من إن لقو اتحامه تيبا لسيي dabeetana wuu ku guulaystay imtixaanka markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu inahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay nicma alcabd doon fiican inuu yahay doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan qur-aanka ilaahay ambiyo kaluu tilmaamo imtixaama oo dhib lagu itixaamay iyana waa rusul waa ambiyo qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nebi ayuuboo la itixaamay
وامتحانك سبحانه يهي سنضنا علماء واحد تلمامنا حديثة السغان إنه السداد يتوان سنضات وبكي إساقنا إلهي مركو امتحانك أكو قول استيوح كيري في نفس الصورة نعم العبد إنه لفظ جيل قلت المامي سليمان إن وجدناه صابرا نعم العبد أي إلهي قلت المامي وحنو هاللي أدوان صبر بدن إنه يهي إساقنا نعم العبد أوابنا والوشاق إذن لبدا امتحان با وألا بالله اسمريه إلهي القرآن كوحين وقال ربي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والله بدأ امتحان بالمريي لكن الله بدأ امتحان با وحيابا إلهي فرعين أديك سلسيوه قوليسته امتحان كالربطة فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحن نبي غفرين وحنك أمري كدوا قالت وحي شيغي سنة هولك تاقي كتشيسو أدو وحي الغفري السمية إيهونا وحي دونان هشيغان وصاحر وكاذب وشاعر وكاهن وكان أي والله ما أقل إلهي وحكو يري إنا كفيناك المستهزئين كوكو جيس جيس يا نغا كاغا فيلم با إلهي اداي كوكو جيس جيس يا لكن حتى تادا دبي كوين بي كجيران وما حيا الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون با إلهي وكو الله سبحانه وتعالى عتك لكل ما نين يولا عابد يا هذا النبي محمد عريدي با هلالي كهلالي ربي وحلق الشيء يدين كيسي سيدا لوغه ريمي وحد قياستا أديك، نقول الله يبين لنا التعود بين الشيخنا تد كي باقبل واي، بل واحد قياسته، يضع أدير كاج اللحم جاهي وكنت بقله، وهل كاد استأكتب مرك ترى دوار إله كبقى ويرى هذا كير أنا قاعد الله يوحب مشيقي وبين وضو خيار دقي سنينا حاقود علىها، يعني تد كوا حكاية دقي سنين داية، هدي أدير كاوس كاد دبته أبوه. ومرك هذا وحش أكثر وسنة وحكا هذا بشر يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عدك لدى يا ديرك يا بيله بعد بتاعنا ومرك وحش أكثر وحكا لتلمامي إله الدين تيس سيد اللوجة يستيب عريدي قال نبي عليه الصلاة والسلام إله بأو مرخاتي فري عريدي قال سجره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون بإلهي وأقولنا هين لا بتاد عريدي يومسه وحيكو هضليان درادين وحيكو هضليان دراد دادين اي لابت هادو عريد يومس آيات كلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك آيات بدن با إلهي كقول ربي يا نبي عليه الصلاة والسلام عريدك سوقاني لكن ما الحل حوكك بحية إلهي وحولي فصبح بحمد ربك وكم من الساجدين إلهي التصبيح صو أدقى التصبيح ذا كم مرة يا مسك كده هي حمد قال له سبحانه وتعالى أنت سجودك كبير يا كم من نغنية وهي علماء ذي هذا هلك كم حن النبي قال له شيء دواء يستشفى به من ضد الصدر وترياق للحزام بين هذا دواء لقى عافي ما ذه لا بعديدها يوح لقى جبك سدو مرغد يتيران يلا او اه سبحان الله وبحمدي هي صلاة إلهي سبحانه وتعالى لو تكدو ولذلك اي علماء وحي لينا ايضا وحي شيء غيسا تصبيحاتكم ان يهين عريدك قفك مسلم كي مركو قلوحو كقبحو عريدك نفسي كي مركو كقبصدو وروح لك قبحو قرآن كدل بدن أو نبي عليه الصلاة والسلام لا تلمامين مشكلة ده هيساته وحلا أمر الصبر أو تصبيح صبر أما الصبر أو صلاة ذلك مثلا في سورة قاف إلهي وحري فاصبر على ما يقولون وحيكو هاد ليان يا فحما يا شيغيان يا اللي يدينتي سك شيغيان
النبي عليه الصلاة والسلام كشيغيا فاصبر على ما يقولون بإلهيني وهي كو هضل يانك صبر وما حي سمي وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فصبح وأدبار السجود بإلهيني تصبح صو أدقى كده هيا حمد قال لي واغو انتانو برين يا عدادنا انتاني دعين يا هبينكي مفسرين تبرد ما يشان صلاة كفصرة مفسرين تبرد الظاهر كيدا كفصرة أيا كانت ولا بدي مسألين بتلمامين نبت مركا يقبسطه إلا تصبح صدر في سورة غافر إلهي وحلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صبر إلهي يبوهي سيبلن كي سوى عدب ودمداف ويديسو وصبح بحمد ربك تصبح سو أدقو كمرا يكود هيا ألم هدنقي في سورة طور بإلهي وحلي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحلي فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا وهي علماء إلى هذا المال كستة والنبي عليه الصلاة والسلام تبدأ الصبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت النفسية وحال فري النبي عليه الصلاة والسلام دولي سنتين تصبح صبا الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح لي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيقارة مركا الله فري النبي عليه الصلاة والسلام عديني هدو دريمه وهذا الحمو ياف حمو يا عي يا عيبين يا هيدارتين هدين لبوها يو إنو محي تصبح صدا وحق له إلهي القرآن كإنه قسوا النقلي نبي عديد الجسدية من نفسي بقب صدي وإلهي تصبح تنسنكو بالبادي وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس الصديس القرآن كمعروف كي وحيت الماميسة إنه كتغي دول كي ولا شوي بضو قلي دونتي لغا توري دبيتنا همين مدو علماتو ساي شيغان ظلماتك يدو مدو وبد مدو هدنا وسي قليك حوت هنقريقي فالتقمه الحوت با إلهي مو على لنا واللبقية حوت با هدنا اللي قيبان لي هل كايسيغو كجرة فنادى في الظلمات با إلهي مقديدو كنح قيلي حكو غيلي حكو دواقي أن لا إله أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله كريقة بحق لبعابدة سبحانك حمك وفنان تاد يعني ربي ماشن وكتش روح السقا يا بيع المدولين إن أن الظلم ألا سميه أنك قليل ليس بالظلام للعبيد وحسقا يا وحسك حقي سكيمون نيتهاي سد ردد بوحلا لا إله إلا أنت إله وضع كلك حق لقوع عبدا سبحانك حمك هفنان تادي إني كنت من الظالمين بولي أنا قاعد أنت الظلم فشيا يا أدقى فعل كاقو ما هم حي قدرت هذا الظلم كبتشر بولي يا أنا قاعد أنت الظلم فشيا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمحوكت المامة يا مركا سبب النجاة با إلهين وقوار ربي ربي وحليه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان هدين للا يهيب إلى هيلة ينوهان شري كوة تصبيح صدا كوة تكدا كوة تصبيح دوضا هدان السيداس أهان توهان شري با إلى هيلة هدين تالا لا يهي وحكو السقنا الله ماشة إلى وقت دار تمعنى يدو حويان إلهي وحوط المامية تصبيحات كيسا إلهي كوبت بادي ضيق يعديره كتشري إنو بدل قضي ومركه هوري
بدو دقيت لعير صدارة بس ما له دكتور هذا بدو قفكو مكو قرقومه وما لها أنا يشيلن قفكو إنه رجعت وكيراته استغربت كده هذا نبهل سلق إلهي وحط الماما يا ماشى سوقلي إنه كجبت بعدي عريقة تصبيح دوتي تصبيح ليسي إنه كبت بعدي وهي علماء دو هذا قفك اللابتيس إنه يفيوده أو رضا إطمئنان وهرة أو رال النقضة وأنا إنه لش عديد بكل نقنن يتسبيحنا علاقة كنا حيسبي لي يقول آية سورة الطه هذه سنية سورة الطه إلهي وحلي محي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى بإلهي النبي قال عليه الصلاة والسلام صبر وحايكو هذا الله يعني يفحما وتصبح ساد يقول كل ده هي ألا ما هدنا دي هذا يدو انتانا يصابحين يا انتانا يدعين با يهبين كيبا باليد فصبح وأطراف النهار باليد ما لتدعى لديد يعني استوعب التصبيح اليوم كله هبين مالين عدعت صبح عدعت دع وقتك استعلى الشيخ أول الليل إيه أطراف طبعا تسبيحنا سمحي كردين نسأل لعلك ترضى كي ترضى بالليل سيلاب طبعا يعاف ماضه سيأد الرضا وهشو سيأد الجناشية وهشو إذا عدك استور ورهيو أما والبهار هيو أما عريري والدنيا وهيو أما مشكلة حلين كرواية طرائق ده لقى قبح كوات يا أهين نفتادو بد بادو إن قلبي قاعد دقو نيدادو دكتو أتحس الشو أدو قامو لبكوكو هينين وحلق حلامة إلهي تلمام يا تصبيح دا إله أدو تصبيح هي تحميد لي مادة أيا لقى حلا حتى علماء دا بد باو حيدا دا صلاة دا لفتادو با دا إيبوا تصبيحو وإلهي قرآن كماركو تلمام أيو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والصال يصبح له صلاة دم بالله إطلاق بيلي تصبيحة مركه التصبيح دي صلاة مركه هربا ومن أهم ما يشتغل به الإنسان في صلاته وتصبيحه تهميد ولذلك نبو عليه الصلاة والسلام حديث معاوية بن الحكم ننكي صلاة دواجي هربا لسكهر لشري أدعو صلاة هذا إسكتو كريه، أيه أنك أبوه حيلا ومرهر كي كبر رأسك ولا كريسي، دي بمشي. مرد أبو سعد قال القرآن إلى هيوت المام يقوم لله قانتين، إن صلاة دواح كلا لغصبين. نما نسق وركاسي سوق قارين، أيه صلاة دي كهاضلي. نبا هندي سي يرحمك الله أبو إسكيري. دب تناو الله سنقاري، إنه وركا شوشيو. وهم حين يقولوا يسمونه ثكلتكم هو يدي ذكر قبلنتي هذا هذا كيف يصير والله سلعة دي مركي لقى بحيب النبي هو يرى عليه الصلاة والسلام ولا يقول جاي ما رج معلق كفي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام ما قيل وهم ما دقالين وحي يقولي والصلاة تاني ومصوب ما بناء دم كهذا الكيس وحكم ده إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بقول الحديث كيف يصير كيان إنما هو صلاة دبا وتصبيح يتكبير يقرأ الآخر يبو نبي قوت المام عليه الصلاة والسلام ولذلك علماء وحيد هذا صلاة ده إلا تضوى ما يرادة كم إذا تصبيحات كسار ورنبين هذا كو افتتاحيات كصلاة قيبة كم إذا تصبيح سبحانك اللهم بحمدك واتلقوا بالعبو أما بس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة افتتاحيات كوح كم إذا غاري كسي ال 190L نكالي ها قادا ليد كسي ال 190L تصبيح لمركه صلاه دوا لو بلابا وركوع دوا تصبيح سنة سبحان ربي العظيم وسجود دوا تصبيح سنة وايات التصبيح قران كمركه اخريسه هدا سوار دوا تصبيح سنكرتها
oo imaamka marka la tanbiihiyo haduu qaldamo waa la tasbiixsadaa, oo qofkaan faatixada aqoona salaada la barayo inta faatixada ka baranaya tasbiix buu ku tukan karaa, oo marka salaada la dhameeyo waa la tasbiixsadaa. Idan waxay dhahdaan waa 7 meelood oo ka mid a salaada oo tasbiixa. Haddaba salaadu waa nooc min atasbiixaat. Qofka muslimkii marka haddii dhibi qabsato nebigu calayhi salaatu wasalaam ida xasabahu amrun fazaca ila salaa, hadday dhibi qabsato salaada xaggeeda uu degdegi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. Haddaba dayqa iyo dhibtu markay jirto waxa lagaga baxaa ee itminaan lagu helo ee rida alqalbi aad ku helayso ee deganaashi aad ku helayso ee xanuunada maanta dunida waalay aad kaga bogsanayso. Dunida waxaad maqlaysaa ee qofkan stress baa ku dhacay, qalaq baa ku dhacay, iktiaab baa ku dhacay, depression baa dhacay, xanuuno tiro badan oo nafsaaniya oo dhammaantood qofka bini aadamka systemkiisii neerfaha iyo hormoonadiisu u shaqaynayeen khalkhal geliya. maanta xanuunada ugu badan ee bini aadamku bay dhahdaan asalkoodu waxyaabahaasu ka bilaabmaa, marka dambu biological isu bedelaa bay dhahdaan. waxaasoo xanuuna aslanba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxaa ka mid a culays kastoo ku haya wuxuu kaa degaya ayaa ilaahay leeyahay tasbiixda haddaad la timaado. dhanka labaad, hadday fitnadu kaaga timaado maalka iyo sultada iyo xoogga iyo marka aad isbiddo iyaduna waa khatar. ina linsaana la yadqa an ra'aahu istaqnaa baa ilaahay yidhi. bini aadamku waa qooqaa, waa kibraa, waa xadgudbaa. hadduu arko inuu isku filaaday, hadduu arko inuu sulto helay, maamul gacantiisa power u helay, hadduu arko inuu hanti helay, isna shaydaanku waa afuufaa. afuufkaana waa laga bogsan karaa. dunidaynu maanta naqaano dadku maalmahay guulaysteen, maalmaha caynkana ka dhacay, cududooday muujiyaan. dowladdu waxay soo bandhigtaa maxay militarigeedii iyo waxeedoo dhan. yacni soomaalidu maalinta ay xorriyadda heshay, hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday. bini aadamku xataa dadka in badan oo markay guurka uu sallaxmay uu guursado, habeenkaasi macsi iyo beliya baas baa la wadaa. asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho inaad shukri noqdid. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diintan waday. waa u gaajooday, waa u dhibmutay, waa u dagaalamay, waa u yacni wax nolosha laga soo maro dhan buu ka soo maray. waxaa nolosha laga soo maro dhan hortiisa raggiisa lagu leynayay oo aan waxba u tari karaynin. sabranala yaasir iyo wixii lagu hayay maka raggii joogay buu la noolaa, isagoo waxba ka qaban karin. cidhiidhigaasa soo gaadhay, isagoo ka hijroodo ka tegey ayay ka daba yimaadeen. gaaloo dhan baa isoo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray. carab oo dhan baa dhanka wada martay, waxaasoo dagaal u soo maray. ilaahay baa u hiiliyey. dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala aakhir suura qur-aanka soo degta, ka suura kaamila, idaa jaa'a nasru llahi waalfatix wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illahi afwaaja, haddaad aragta baa ilaahay yidhi ilaahay guushiisa kuu timi iyo dadka oo diinta soo wada gelaya. ya caamul wufuud markii laga bilaabo qabiil qabiil baa nebiga loogu imanayay iyo reerreer uu socda, annana waanu islaamnay leh. haddaad aragto dadkoo diinta soo gelaya oo ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja, dadkoo koox koox diinta u qaadanaya haddaad aragtid, maxay samee baa ilaahay ku yidhi marka? ma badhbadhaadna qaad baa la yidhi, mise sidii soomaalida balkaale canaybay bay qaadeen markay aclaka heleen maya. ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. tasbiix aad xamdiga alle ku maraysid iyo istikfaar la kaalay, ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa toobad aqbalay. waxay culimmadu yidhaahdaan tanna waxa lagaga badbaadaa alcujbu, isla weynida
iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini'aadamku dhankaana marbuu weecda dhankaana tahwaaba halkuu ibliis ka bilaabay ana khayrun minhu da halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi war miyaad isweynaynaysaa mise markii horeba waad korayso hoos baa lagu soo dhigay bini'aadamku hadduu cududdiisa arkana wuu afuufmaa inuu dadkaba ka weyn yuu ismoodaa ilaahay nabiyullaahi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdi subxaanaka allahuma rabbanaa wabixamdik allahuma gfirli ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixdu mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laasimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqad iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laasimo idan waa fura ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ah aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaatay hadday cay tahay hadday ammaan iyo sulta iyo xoog iyo xoola tahay labada midna aanay ku dhibin aad qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid aad ahaateed aad rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noolay kaa'inaadka jooga oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meelub carareysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamaya 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 12 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaas fii suurati alracd fii suurati alisra fii suurati alambiya tawba saba saad xadiid xashr saf aljumca ataqaabul suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabbixu alracdu bixamdi onkodkaas baa ilaahay leeyahay waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakharnaa maca daawuud aljibaala yusabbixna waatayr nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leeyay waxaan wasakhiray buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waatayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabbixu lahu samaawaatu sabc waalardu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira todobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhammi ilaahay bay u tasbiixsanaya wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi shay ma jira baa ilaahay leeyay ilaa iyo uu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalag u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi samaawaati waalard waatayr waatayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa wallahu caliimun bima yafcaluun mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini'aadamka la maqashiiyo mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillaahi ibnu mascuud warinayo wuxuu leeyay walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa acaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy ibnu mascuud wuxuu leeyay waxaanu ahayn kuwa maqlaya cunnadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna waa la rudhayaa waana tasbiixsanaysa cunnadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiiyey subxaana wa tacaala wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam tabrani soo saaray sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qurux dhagxan yaryar gacanta ku haya oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay nabigaanu la fadhinay
أنه حلقة فردنا بولي كلمة ولما وحط المام يوفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بان نقمدها بولي رجع حلقة فردية خلفة ساكمدها ددك فردية أردامنا بقحنتها والنبي وقعنتك وهي تسبيح دا دوي مغلي يظل الله وضع فردية اللي مغلي انت النبي وكمود دينيني وحوني بأبي بكر أبي بكر بقى عنتك وغبطي مركز سيد تسبيح صدين قروره وربا تسبيح دانا ضد كورنا موا مقلة يبوير أبي بكر بقى النبي قاكو علي عليه الصلاة والسلام النبي قاها دانو حوني بي عمر مركز سيد عنت عمر ركو تسبيح صدين ضد كورنا بقى مقلة يبولي مركز سيد النبي قاكو علي عليه الصلاة والسلام دبتنا النبي قاكو حوني بي هدانا عثمان بوير مركز سيدي وكلا تسبيح صدين مركز دانبا ضد كورني بي بوير قف دمنا لما يتصبح سنبولي ضد كيجي كلا مو تصبح سنين إذا حديث كني وحديث علماء ده حديث المامة يا وحانو شيء جي إن حتى قروح أي قعدتوا هيا سحبوا التصبيحات كذا إلا مغلي عنا أي عنا يان إلا مغلي كائنات كلهم بتصبح صدا وكي حديث كي صحيحين ككويا لا أبو هريرة ورينيو نبقول عليه الصلاة والسلام نبي هذا كم ده aya quraan iyo qaniintay marka suubulkeed meesheedii odhan amreen la gubo dabatanay ilaahay baa wuxyooda waxa lagu yiri ma hal quraanyi inay ku qaniintay ayad ahraqta umma min al umam tusabbih ayad ummadu maraa kamida oo tasbiix sanaysa adu gubtay baa leeyd idan nagu maxallu shaahidkeenu socona wax weeyaan umma min al umam tusabbih quraanyadaas meesha daad sanayd inay yena tasbiix sanaysa أيها الأحبة تصبيحاتك سيدي مهم كدين تنويهين إلهي سبحانه وتعالى تدب الصورة ضد أو قرآن كم دبقوا بلابا وغلي أفريد طبق الصورة ضد تدب كم دا أي تصبيحاتك قو بلابا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر هي سورة الصف آية واحدة بيكو بلابا سورة الحديدنا ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحكره قبل أما سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكره قبل أما سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكره قبل أما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكراك بالأبمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تضب الصورة ضد شر صورة ضد قرآن كمدا الحمد لله كل بالأبمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يبغرة يكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوض يصبى شن سورة ضد القرآن كم دي يقولون أوحى كوب الأبمان محي الحمد لله هدبا إلهي سبحانه وتعالى تصبيح داس سيقة فعل ماضي يضع وصار ارتي أفرشير فعل مضارع يضع وصار ارتي لواتن شير صيغة أمر يضع سدد يطبن شير صيغة اسم فاعل يضع مرتين صيغة مصدر يضع لبقر صيغة اسمية ضاء قوية فرتن شير يعني تدرى يسديتا ميلاد بي تصبيح تكون صار أرطي وصدح يسديتا أيضات كتيرة وتدرى يفرتن صورة ضاء قرآن كم ده إن قرآن كبقول يفر يطبق صورة ضاء تدرى يفرتن كم ده تصبيح كتيرتا وحي تلمام يسا كم جات رضا بدن له كيفية جات رضا بدن له صار أرطي والدليل على فضله وجلالته بي تلمام يام بين لين علماء تصبيح دو ويني ديدا يفضل جيدا يا عند الله سيدا قيمها وغلا يضحي أي شيء يسابي لين انت صوصية قوت ربضا لين القرآن كوصوا أرورتو أفرتن يتو دبصو رضوطنا يكوصوا أرورتو سدحي سيديتنا يضوضا كاملا أيها الأحبة وحلنا مرك تصبيح دو سيدا المهم كوتا إلهي أنبياء انت بدن القرآن كوصوا أرورتو بدن وكاملا تسبيح دو دا إلهي نوشي نبي الله محمد
رسالتيس عليه الصلاة والسلام إن الله صادر أي وحيابها اللجوع اللي يوحكم إذا ينطق تصبيح صدان إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة بين عيني وحنا بقى الله صادر إن إله إلى الرمية ورسول كيسر للرمية إلا وينيه والله إليه وألا الله تصبح سدبا ليلة بكرة واصيلة وهي لما ضيد هذا لتؤمنوا بالله يو لتسبحوه بكرة واصيلة بقى الله صادر النبي عليه الصلاة والسلام وحين هذا النبي الله موسى مركو الضلبضي ولالكي إن على النبي يقربه حين هذا وأنكي ولا لغوا أنفع بدنا بالله النبي موسى وهي ولالكي إلهي وقبر ينسن النبي لقربه نبي الله موسى ولالكي مركو ربي النبي الله قربه يا إلهي كأقبالي محاوك علي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري سببت طلبنا يا وامحي كي نصبحك كثيرا بيدي. كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلى هي ولال كينا رسول كدي قوي قدر ويقول حوتي كي نصبحك سيان وقوق التصبيح سنه ويلحوك يذكر إلهي سبحانه وتعالى ربه ويقدر بوليه نبي يونس نوين صامر تصبيح ديسي يين إلهي سبحانه وتعالى وحلو قبت بادي قرآن قوح وقوى الرمية نبي الله موسى ومركو إلي ربي أنكو أركو الربي إلي أركري ما يسيد بورتا هيك الربي بورتا تجلي وسميي بورتي دكن دكن نغطي مركو مير قصان نغضي تصبيح مقبل عبا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تصبيح مقبل عبا يبقى الله إلا نبي الله زكريا إلهي وحو ويدستين إلما لصيه سوق قبوبي إلمه ما ربي روحه سيه آيات إيا البوى اللي يري آيات دوحة اللي يري سدح مع المدد كهالله هادلي رمزي موياني إشاراتنا تقولها هذا الشم موياني هذا العادي يقولها هادلي لكن أرين يده كتقبها اللي يري واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار ما لفرق إلهي الماء وكسينية لكن ذكرك إلهي بطسو ذكرك إمرك إلا الشيء تصبح له وكمد هذا نقار بالله سيشيء بإليه ووحى الليل وصبح بالعشي والإبكار نبي الله عيسى إلهي وحد الماما يا آخر مرك الله سعوتاك إلا إلى هذا ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا أدتك كويري أنك هو يدي إلهي أنا قلت وحوكبل عبدون أبا إلهي لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك مكبل أبايا نبي الله محمد نيل هي وحفرج قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تتك واحد كنت لهذا إلهي لي جدك يا نيدين كيرية وكان إلهي باني دين كي يريه أنا وعلى بصيرة كسوغن أنا ومن اتبعني أنا قي أنت الرعضي بار وسبحان الله دهبال لي وما أنا من المشركين إلهي بان حمكه فيا أنت ربي عيبي سنك من بدي مشرك وعيب لي إلهي صفاتك سياس مادي سيما قعيدي سوديدي عبادته ألا لسين يوديدي ربي بو عيبي ويا إلهي مركه حلي وحاتنا وسبحان الله وما أنا من المشركين بل قرآنك وأنبياء الداية ضدك كلاس صالحين تاع إلى هاي جناتك كركر ريا وبلن قاضي أستامه هذا وحل قصنطي تصبح لنا كمت إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى هاي وحنت البامية قوى آيات كيغا الرمي إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوى الرمي وقوى نوقنا بالة المامية وقوى إلهي مركا الله حصوه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح سادا إيغو كده هيا حمد قال لي وان إسوينيني كجرب الرب إليه
مصالحين تقرأ ما إلهي ملائكة ينوغت المام إنا لنحن المصبحون بيت المامي يصبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحت المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خيرك بدن له يقول استي إلهي وحت المامي يعني كل واغيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح لا إلهك قوى الرمية أهل جنو دعواهم فيها سبحانك أي رب كشيغ يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح لهم دين تمركا مقام سريك غجرته ضد كان ضمب وحيابا بدعا ما بدعا لما وذيبها الله يسكد ديين للده قال لهم لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرشي ذاتك وصوفية وكم بالليلي دبتنا ذاتك عند وفي يعني فريد كاهي وانك أموم صلاة يرها ليلة مركو كبهو ترى أن لقرين وفراعين كالايدا سبحان 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 الله انت لايدا لما ايه اسكتك لكن نلشي انه وحي وبدنت ان تصبيحاتك كو يرادي يدو انو ذاتك لغي يابين انو كمشكلات بدن وهي هيدي النقا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تو إن هي نقطة رب ضطه نبي جنا عليه الصلاة والسلام حديث كمسلم ورنا يا بدر وكسر وريه وحاول ليه نبي يقول ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله وحيا بقى لو جعلي بخوش يا جابون نبي هاي النوش يقبل ليه له رسول كسير إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده نبي يقول ويقال لو جعلي هاي وحكم ده سبحان الله وبحمده حديث لبذا بدر ورنا يوحلي نبي قال لويدي أي الكلام أفضل وركم حوفظ بدر نبي يقول ما اصطفى الله لملائكتي وحي قال لملائكتي سودرت أو لعبادي وهو ما هي سبحان الله وبحمده إذن أيها الأحبة تصبيحه أما ورده وحكم دي العبادات المطلقة عبادات علماء إلى هذا عبادات كان وقتك لهين شروط لهين على جواب الصلاة صون حج شروط إليين وقت إليين ولا مديين وقت يرى صوب على السماء أما تصبيح دو حكمتها هي محي عبادات مطلقة في أي مكان هي في أي وقت بعد لا يمكرته حانو نبي قينات المامي عليه الصلاة والسلام أذكار توفي عن الكمدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أنت ورددي ونبي وصان نغضي وهو أشياء نبي عليه الصلاة والسلام أنت أوردين سيوحك فضي بدن يسقو يلي ويرهنا سبحان الله وبحمده إلهي بان حبكه فيانيك وكله هيا ما هذا نقيس عدد خلقه ترضى مخلوقاته يو زنة عرشه يرضى نفسه يمداد كلماته إذن أيها الأحبة تصبيح أما الطعام كاها النقط أما الصلاة بها النقط عمر بن الخطاب حالك الشيخي ولو كنت مصبحا لا أتممت صلاة غسر يا إمام كوا الرمي يدي دارين حولي ولو كنت مصبحا هدان تكنيو صنع يعني هدان تكنيو أنا قو صفرة تفر الكعبة عند دارين لهابولي ولو كنت مصبحا لا أتممت إذن تصبيح له وحد الله يابت هذا دارك طوال التصبيح صدا وحد استحسان صدا هذا دارك طوال التصبيح صدا وحد استغراب صدا هذا دارك طوال التصبيح صدا وحد إنكار سهد الله ركتوا الله تصبيح صدا شرعه أنت أبو سواروري شدد مركي شرتوا الله تصبيح صدا وين جاء آياتك صوارا لنا ولقد نعلم أنه يدق صدرك بما يقولون فصبح لهير نعمة مرك الله حلو وحلينا فر فرس كأن مدى بدينا مقارئنا مرك نفول إننا نمحينا دهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون هاي علماء ذي هذا تجدد نعم نعمة هذا يكون أسبوناته
فلما أفاق قال سبحانك وعافي ما قبي دبتنا ومير بالي دبوا عافي ما ذي وحيدا أن تجدد النعم كوحل إلى هذا سبحانك وحكم إذا مركا الدعاء سنة سوى لغه الرئيسية فصبح بحمد ربك واستغفره بإلهي مركايد وهي علماء ذو إلى هذا الذنب قشه ولا تصبح صدا قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تصبحون أما دعادي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحي شيئي سأين لتصبح صدو مركض وضع إيكتو نبو عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما لنتي بغل شيرنك إلى هذا ذنوبتي سوال دافا وإن كان مثل الزبد البحر سأين كويل حتى هدي حور كبدل ليكتا هاي اتليست حتى هدينا نحن صغائرته وصغائرته محاكا بدل صبحي مركز صوت وسطه إلهي أنت قبلك وكرنا عيو أما هذا هدل يا أما مد هدل يا دقي سينيس إمسا خير هذا ملينيس وأقول مركو بريابين ورب لونا هدانا دادوك ورمينا مد ورمي يا دقي سينيس أما تي فيها كو ورمي أما راديو كو ورمي والتليفورة كو ورمي أما سوغا كوشي أكيس مد ورمي ورقا إمسا سلا ديبا كتاب بخير كوشينا إمسا سلا ديبا سي كتاب الشيخ قال كرا إذن واحد ما أنت على الأقل واحد صغير قشه هدي له يقدر أفيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبغل شرط له هذا وحلا دافع معه كربة هي مشاكل كمركو كخبصده سيد النبي الله يونس ويالي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله سمعية أيها الأحبة عديد وهدات قشه والله سمعية إذا وحين لأني أبا هريرة وحلق الشيخة ابن سعد ابن حجر رحمة الله عليه أيوه لي ابن سعد باب حقصص عليه بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يصبح كل يوم 12,000 تصبيحة مالك استين التسبيح سنشري لبقي طبن كن أوجر إنه تصبح يمسي ده إنه ويمسى أبغل ده بركتو اللي بركتو سبح ركتو هاتسونا سوى الله ما أنت عيدك عمى بطنا سوما هذا تبنشر ركتو محاد سوى الله ده كون شربة تصبح سنتي سوى كما أبا هريرة وحليه أن قل لبيه تبن كون أو شربة تصبح سدا مركاسو ولي وحليه أصبح بقدر ذنبي ويري ده وركان يوحن كلان أخرين يين دان دنبابي إلا قم بان سلاي بولي تصبح سو أيها الأحبة إلهي وحينا فريا ذكر جينا ينبضينه وحقرينا فريا تصبيح لقارهاننا ينبضينه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة واصيلا بالليل إلهي ذكر بدل حصى سقارة لوصلت الماموح عليه وصبحوه بكرة واصيلا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا تصبح لنا إنه بضينا الأسل إنه ورد قردن بضينا وصحابك كي يلس نبي عليه الصلاة والسلام دعا إذا ما أنتي مثال إله رسولك سيواتك كردك وحنا بقول إنتا دونت نصبا كردك وعشيك ربع بان كردك هذا دونتا كردك بقول هذا كبت سطانا خير بات هلك وسدوه وذي أيوم ركيد دم بوحوله هذا دعاء دم بوح عن كذا جدنا ووقت وقارو دعاء سنتري دعاء دم بصل لقاعد كذا جدنا عنا بوحوله إذا يكفى همك هذا تصدع يشو ور وركا قوال لقاعد في اللانة يا وها هو بنتي يا بنتي جابين هذا دور ورتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاعد قاضي هذا دور ورتو تصبح ستوى لقاعد قاضي هداد ورورتو لا إله إلا الله ترى والله هداد أذكارت لازمته لكن انتين أذكار لازمنا نبي عليه الصلاة والسلام حين لي إمام البخاري كتاب كيس حديث كوكو ختمي حديث كوكو طبعي كتاب البخاري كوي الله وحديث كان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صحيحين كقصة عروري نبي يقول لي لبك المدود
وعربك كفضت أنا وحبك هذا باهني هذا شقي سنة سو تمال تاي وحقوري سيد قارك هذا هذا وضعته وانت آخر كرسا سو مالو هذا نو ترينين ما تعلين وردية صحيح ما هم هذا هذا نو ترس وربك هو ترينيا وحبك ترى ده نكون مشغولي قارك هذا دوسك وضعته وحبك ترسنة سبحان الله ما وراك رتادك وقارك هذا وضع أنت أشام كوكشرت هداد ورديدي مساد وردي له هيدا دوم على نس. هلا جا وبقولك سبحان الله one minute two minute اللي ويد هذا. أنت أشام كتاعن تقول أما أنت قارك غوري غير لا شقة ده أنت كوكشرت هداد صبيحسه. مساد دوم على نس هنا تصبح سالها. غوري غير لا شقة ده بس. ده تصبح ده كنكتو. هداد اللي ويني سي هداد قاري ولا تيبه. فكنت غوري غير صباح ده هداد بلاوضه. انت شغل هذا كجاريسو انت تصبح سله شغل هذا مركز تسكف فديده هذا تصبح سطه شغل هذا مركز وضطه ده تمالتي ده لايت سمين سيا واحد انت ده خبانيسو هذا عرب كيف كوسك دغدغاري كران سبحان الله اذا وضرن كرتا سادر هذا النبي وكلي كلمتان خفيفتان على اللسان وارايو عربك كفضت ثقيلتان في الميزان قيامها مرك الله يمد حق وزنك عرس حبيبتان إلى الرحمن ألا أكتينا لقيتش علي إلهي أكتي سنة ولا مك المدود لقيتش علي وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بالنبي الشجع عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة درس قد أنت كلا يوم من وحويا كو إلهي كتاب كيسيني ندوغ النهر تصفي عنه في فيرنه ولي قال هداد مسألة ربطين الباردو مصحف كفاتح هذا كسوق له ولا بالرب الناس هذا سؤال شهادة وطا واحد دون طبها هاد وحن كتابك قريبة سهليس تبدأ نضطك وحميس لأن كتب علماء ده قرتك بار كتب علماء ده وحن قريبة سهليس هداد اللي ده جيس توه حكوش يجيه وحكو قرآن أنا دولي قال فهم يشرين بعد فهم يسا هذا القرآن كفاتح هذا أنت تكسب بالودي لا بالرب الناس بل وحنك القرآن هذا يكتب حمد جل إلهي محوك الشيء هذا يكتب سبحان الله إلهي محوك الشيء القرآن كيس هذا يكتب لا إله إلا الله محا قرآن كوك الشيء هذا يكتب آخره محا قرآن كوك الشيء تذكر واحد سويد يا محاضرات كسيلود يا ريا سيلود يا ريا إلهي كتاب كيس الله خير الله قد يا ريا أحسن مصدر لون غضة ومصحف كاس وصفي عن الآخر ده وصفي عنه فهمتي درس كندم تنكلا يوم ولا بشيء مروين حرير كينا كتابك ألا لدينا وينادو عقلينا بلانا فهم كينا كردي حكمة بادهالي رب السماوات والأرض أنزله بعلمه بايلهيري أقوم بالك سودتي كتاب فصلناه على علم بايلهيري إذن علمي قاسي كتابكم بوجره نمبينتو قلصوا بحابولي نمبينتو كتدبرابولي نمبينتو كفهمابولي قاسوا من كلباتنا للينا وحويان أبناء السحوة قارهان وردقوا يراضي اذكرت تدك وكيرت تدك برتصبح بدعابة إلى هذين تصبيح دنا ويكدرين تصبيح دنا تصبح الراض هذا يسعنا غرسة تصبح حاجة اسكسي دو تصبيح سو دي تصبح هي إسراعية تصبيح اسكسي دو تصبيح سو أصلك وهو ينقفك مسلم كاهي إنه إلهي حسكي سبضي أنت آدنا إيا مخلوق حسي لهاي ومحال لي إلي أدران لهاي إن ربك حسكي سبضي سه أذكرت وحي كوفض ضد خرصته سبحان الله وبحمدي الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة أذكرت السؤال رضي الله صلى على محمد إن الورد شوكت أمالك استيالتي وردك وقتي بمقاطه وقتك اتشقضا ذا وضطه اياد وردي كرتا وحا همي انو غررا اي علاي سنة سارا اي ور وردقي وايي اي نخترا كلا وري الرواد كمار ميسا وحاس ور وريه هيريا ربا كان روغايا ادونك انتا تشوكتو آخرنا كوا الحامدون اياد كبير دونتا اي قرانك الهي كنت الماما يو الطائبون الحامدون كواسات كبير هذا آخره أتكتنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.